ومجموعة. انتبهوا عصام الراقي، عصام الراقي التسديد خطير، جول. هذا الهدف لفريق الرجاء البيضاوي، قلت بأنه كان هناك يعني تعامل بشكل ذكي مع هذه الفرصة من طرف عناصر فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، شكلت الخطورة والحكم يعني كيأكد الهدف من طرف اللاعب كوكو في حدود الدقيقة 25. إذن هدف دون مقابل مشاهدينا الكرام، تقدم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. تابعوا الكرة من جديد، يعني بالفعل ما كانش هناك تسلل، لاعب كوكو كان خلف اللاعب فريق الحسنية وخرج في الوقت المناسب، وبذلك يعني كيتمكن من استغلال الفرصة وتسجيل الهدف الأول، الهدف اللي كيف قلت بأنه تسجيل ويعطي يعني نسق آخر المباراة، خصوصا الفريق الرجاء.